خلينا ناخد النجم الكبير الكابتن احمد عبد المنعم كشري، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، ويقول لنا او يفسر لنا الحاله غير الطبيعيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي. كابتن كشري برحب بيك. اهلا بيك يا اسلام. اهلا بيك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. كابتن، ليه حاله لعيبه النادي الاهلي وصلت الى هذه الدرجه وانه مش قادر يكسب فريق مهدد بالهبوط للقسم الثاني؟ لا طبعا، اولا المقاولين النهارده بيلعب جيم دفاعي بحت يعني، وعامل تكتل دفاعي ورا، والنادي الاهلي يعني للامانه يعني برضه عنده سوء حظ غير طبيعي يعني، اصابات بتجيله في بدايه المباراه في 2 لعيبه برضه كتير قوي يعني، احنا ما شفناش المواقف دي كل ماتش عنده 2 3 بيتصابوا يعني، تخلي المدرب كل شويه بيغير في اللعيبه، فيعني اللعيب عليها جزء كبير، لكن برضه الاصابات دي لا تبرجل اي فريق يعني، تخيل في اول 9 دقايق بيغير 2 لعيبه بادئين المباراه. طب ماتش مصر المقصه يا كابتن كشري. نعم؟ ماتش مصر المقصه. ما الاهلي كان بيلاعب برضه فريق متزيل الجدول، ومصر المقصه يعني اتلغى له جولين، وفي نفس الوقت يعني انا فاكر وقت ايام كنتوا بتكسبوا الفرق دي بالاربعه وبالخمسه. بص يا اسلام، هو برضه يعني الجيل غير الجيل، والشخصيه غير الشخصيه، في لعيبه في النادي الاهلي ما عندهاش شخصيه النادي الاهلي، انا شايف كده في الملعب، لكن النهارده النادي الاهلي كان بيحاول لكن ملوش شكل يعني، اللعيبه عملت مجهود كبير جدا بس بدون فاعليه على المرمى يعني، النهارده افضل من ماتش المقصه، اللعيبه كانت عايزه تكسب بس مفيش حلول مع الاصابات اللي بتحصل في الملعب، مع بتدخل لعيبه ما بتلعبش بقالها كتير، محمود متولي، وبتدخل ميكسوني، وبتدخل زياد برضه في وقت مضطر، تغييرات كلها اضطراريه يعني، مع برضه حاله لعيبه مش فايقه يعني، قفشه او معلول ما كانش فايق الفتره اللي فاتت، لا الاهلي يعني كل ظروف انا شايف ان هي ضده، الاجهاد اللي حصل الفتره اللي فاتت دي مع المباريات، بجانب ان كل 3 ايام بيلعب ماتش النادي الاهلي يعني، شايفين الكلام ده؟ ايوه، كل الفرق كابتن كشري، ما الزمالك مش كل الفرق يا اسلام، كابتن كشري، كابتن كشري لا، الزمالك بيلعب كل 5 ايام ماتش. اسمعني بس يا كابتن كشري، الزمالك بقاله سنتين ما جابش، فترتين قد ما جابش لعيب جديد. كابتن كشري خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، انت بتتكلم يعني على فتره القيد، الاهلي مضرور اكتر من الزمالك، الاهلي عنده فرقه كامله بره، فرقه كامله مصابه. ايوه، هي مسؤوليه مين كابتن كشري؟ هي مسؤوليه مين؟ هي مش مسؤوليه مين طيب؟ يعني الاصابات الكتيره اللي في النادي الاهلي، مسؤوليه الفرق يعني، مسؤوليه الانديه الاخرى اللي النادي الاهلي بيلعبها، ولا مسؤوليه الجهاز الطبي، مسؤوليه الاعداد البدني، مسؤوليه الجهاز الفني؟ يعني انت لو حضرتك، لا هي مسؤوليه الكل في النادي الاهلي. طيب يبقى الفرق الثانيه مالهاش علاقه؟ لا برضه انت بتتكلم بتقول الزمالك موقوف له قيد، ايوه موقوف له قيد، الاهلي عنده فرقه كامله اساسيه بره، يا الاهلي لو عديتك دلوقتي هنقعد نعد فيهم قد ايه؟ انت حضرتك بتشوف يعني، مع احترامي لعيبه الزمالك وفرقه نادي الزمالك، فرقه نادي الزمالك دي لو لابسين تيشيرتات ثانيه اقسم بالله ما هتنافس على الدوري. يا اسلام النادي الاهلي عنده اصابات فرقه كامله يعني برضه اللعيبه والنادي معذور وبيلعب كل 3 ايام ماتش، وفي فرقه ثانيه بتريح بتلعب اكتر منه، والنهارده المباراه الاهلي عمل مجهود بس طبعا ما فيش ايجابيه قوي، لان كل شويه كل مباراه في 3 4 لعيبه جديده داخله على الفرق اضطراري، انت في اول المباراه 2 لعيبه بره في اول 9 دقايق يعني، برضه سوء توفيق غريب يعني، او ما فيش توفيق يعني، وبعدين في الله اعلم الجون اللي جه ده، انا ما اعرفش، انا يعني وجهه نظر انا شايفها الكوره جون، انا ما اعرفش هو حسبها اوفسايد على مين، او الفار حسبها اوفسايد على مين، الكوره حسام حسن اول حاجه رامي ربيعه مش مشترك في الكوره لانها جت في العارضه، تاني حاجة حسام حسن جاي من ظهر جون المقاولين، وكان في 2 لعيبة موجودين، أنا ما أعرفش يمكن كابتن كشري أنا بكلم حضرتك على حالة فرقة وليس مباراة. أيوة ماشي، حالة النادي الأهلي معروف إن النادي الأهلي
حالته الفتره دي مش كويسه، لان قلنا يعني حضرتك ارجعت تراجع مستوى سوء مستوى النادي الاهلي في المباراتين سواء المقاصه او المقاولون العرب للاصابات، ماشي. طب في ماتش سموحه كان في اصابات؟ ماتش سموحه اللي خسروا النادي الاهلي 3-2، في ماتش الزمالك يا اسلام اتفضل. النادي الاهلي متاثر باللعيبه اللي مش موجوده، فبتخلي اللعيبه اللي موجوده حاليا بتعمل مجهود اكتر. لو اللعيبه الثانيه موجوده كان هيحصل روتيشن في اللعيبه، انت يعني هيريح اللعيبه الثانيه، اللعيبه كانت هتريح بعضيها. لكن النهارده انت ما عندكش اطراف في النادي الاهلي نهائي. مين الاطراف بتاعتك في النادي الاهلي؟ ما فيش. طب هي مسؤوليه مين يا كابتن كشري؟ مش مسؤوليه الجهاز الفني. لا هو ان انا بجهز ناس يا كابتن كشري، يعني انت حضرتك مدرب كبير، انت عندك مشكله ان في اتنين لعيبه مثلا من الاساسيين الطرفين بتوعك مش جاهزين، مصابين اي حاجه، مش هتجهز البديل؟ بديل ايه يا اسلام؟ اتنين مين؟ حسين الشحات وطاهر وميرسي تاو، ويعني الفرقه كلها. هو مين اللي جاب اللعيبه؟ هم مش دول لعيبه في النادي الاهلي يا كابتن كشري؟ ايوه، بس كام لاعب مصاب؟ كام لاعب؟ كتير. انا مش بقول كده، خلي بالك برضو العدد. انت يعني من اول السنه عندك عمار واكرم وادي حسين وطاهر وخد بقى سليه، لعيبه كتير قوي. انا قعدت اعد لك من هنا لعيبه كتير. فبرضو كل ده مع ضغط المباريات، مع الاهلي بيلعب كل المباريات، طبيعي ان انت تلاقي الفرقه. طيب ليه بنقول جمله الاهلي بمن حضر يا كابتن كشري طالما احنا بنقول المبررات دي؟ يا اسلام احنا مش عايزين معلش. طب ما احنا بنقول اهو يا كابتن جوش، ما احنا بنتكلم بصراحه. لو اي هو مش الاهلي بمن حضر؟ لو اي فريق غير النادي الاهلي ما كان نزل وصارع الهجوم يا كابتن كشري. النادي الاهلي برضه في المنافسه. اي فريق زي مين يا كابتن كشري؟ اي فريق زي مين؟ لو اي فريق زي مين لو عنده نفس المشاكل دي كان هيبقى عنده مشاكل فنيه كتير. اي فرقه في الدوري بعد النادي الاهلي، اي فرقه ابتداء من بعد الاهلي كده خد، كان هيصارع على الهبوط. ده عنده فرقه كامله بره، فرقه يعني كاملة. يعني من بعد الاهلي اللي هم في يوتشر وطلاع الجيش وسموحه طبعا. لو اي طبعا لو عنده كم الاصابات ماشي، بس الفرقه دي مش مطالبه ان هي تاخد بطولات يا كابتن كشري. انا بقول لك هتصارع على الهبوط، ما هم فين؟ طب ما هو طبيعي هتصارع على الهبوط. النادي الاهلي يعني متاثر بلعيبه كتيره طبعا، لعيبه اساسيين كابتن كشري.